بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية يا شباب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب السابع تمام بعد ما خلصنا المراجعة هنبدأ نكمل في نفس الكتاب اللي هو هذا الكتاب Python for Everyone طبعا هذا الويب سايت تبع الكتاب فممكن من الويب سايت هذا تحصل على نسخة إلكترونية من هذا الكتاب لأن الكتاب هذا يعني متوفر تحت Creative Common License معنى ذلك أنه هو Open Access فبالتالي هو متاح للجميع أنه أنت ممكن تاخده وتطبعه أو أنه أنت تقرأ منه بشكل إلكتروني بشكل مباشر يعني في برمجة واحد احنا توقفنا عند الباب السادس المتخصص في أو المتعلق بموضوع مكتبة السترينج في البايثون في الباب السابع إن شاء الله حنحكي عن موضوع الفايلز حنحكي عن موضوع الفايلز طبعا احنا بنرجع بنذكر في الموضوع انه احنا حكينا انه المكونات الأساسية لأي حاسوب انه انا في عندي وحدة المعالجة المركزية تمام والذاكرة وحدات الإدخال والإخراج وعندي أنا هنا السكندري ستوريج وأخذنا في برمجة واحد شو الفرق بين المين ميموري والسكندري ميموري وحكينا أنه هذه من ناحية أنه هي أسرع وهذه بتكون أبطأ الذاكرة الرئيسية بتكون ثمنها أغلى هذه بتكون ثمنها أرخص التخزين فيها هذا انه بيفقد معلومات بعد ايقاف تشغيل الحاسوب او بعد ما انه تنقطع عنه الكهرباء لكن المعلومات بتكون مخزنة بشكل دائم في الذاكرة الثانوية فعليا احنا تعاملنا مع الذاكرة الرئيسية كيف تعاملنا معها ببساطة لما كنا نقول في الكود x بتساوي 10 خليني بس اغير لون الخط لما كنا نحكي انه x بتساوي 10 فعليا احنا تعاملنا مع المين ميموري طلبنا من البايثون انه هي تحجز لنا مكان في الذاكرة اسمه 10 تمام والقيمة تبعته عفوا مكان في الذاكرة اسمه x والقيمة تبعته 10 تمام والانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايس تعاملنا معها ولا لا كيف بالضبط ولما كنا ندخل من وين كنا ندخل من الكيبورد فبالتالي احنا فعليا تعاملنا مع الانبوت والاوتبوت تعاملنا مع المين ميموري السي بي يو تعاملنا معاه ولا لا بالضبط لما كنا نقول انه اكس تساوي واي زائد 3 فبالتالي انا بطلب منه يعمل عملية حسابية ولما كنت احكي انه اف الاكس اكبر من 10 هذه عبارة عن عملية منطقية لأنه وحدة المعالجة المركزية إيش بتسوي نوعين من العمليات عمليات حسابية وعمليات منطقية عمليات حسابية جمع وضرب وقسمة وطرح تمام وباقي العمليات اللي هي زي الباور والريمايندر وكل هاي الأشياء والعمليات المنطقية إيش هي أكبر من أصغر من أكبر من أو تساوي أصغر من تساوي لا تساوي تمام كل هاي العمليات المنطقية بتكون مسؤولة عنها فبالتالي فعليا إحنا تعاملنا مع السي بي يو انت فعليا في البرمجة في هذا التخصص يفترض تتعامل مع كل اجزاء الحاسوب الرئيسية والان انت تعاملت معها كلها ايش باقي عندك secondary storage بدنا نتعامل معها في هذا الباب ايش هي secondary storage اللي هي وحدات التخزين اللي هي القرص عندك فبالتالي انه بدها تكون البيانات مخزنة على شكل ملفات بدنا نقرأ هاي الملفات تمام فبالتالي بتوضح لك اهمية انه انت تتعامل يعني مع هذه الوحدة كذلك عندك في الحاسوب فبالتالي انت كمبرمج بصير في لك تحكم كامل في كل وحدات الحاسوب هذا اللي انت مفروض انه انت تفهمه وتوعاه بشكل جيد جدا تمام طيب شو هو تعريف الفايل هو عبارة عن ملف نصي تكست فايل من ايش مكون؟ sequence of lines سلسلة من الأسطر انت عندك هاي الأسطر تبعتك هاي السطر رقم 1 2 3
أربعة إلى آخره. تمام؟ هو عشان إنه لونه باللون الأزرق إنه هو مش واضح، فإحنا ممكن إنه فعليا أنا موجود هنا، وبالتالي هذا كنا أقول لك إياه على النوت باد بلس بلس، فعليا أنت تقدر تشوفه بشكل، أنت عندك هذا يعني الملف هو عبارة عن تكست فايل مكون من مجموعة من الأسطر. الأسطر هذه زي ما أنت شايف إنه هو هي عبارة عن بريد إلكتروني، هيو from إنه عنوان البريد الإلكتروني، تمام؟ هذا التاريخ، هذا السطر الأول. السطر الثاني اللي هو الريتيرن باث، إنه أنت لما تبعت رسالة لو ما وصلتش الرسالة وين المفروض إنه هي ترجع؟ ترجع على هذا الإيميل، تمام؟ محطوطة في سطر ثاني. وكذلك التاريخ، وهنا to المرسل، عفوا المرسل إليه، from المرسل، وسبجكت الموضوع. فبالتالي هذا ممكن يكون هو عبارة عن سلسلة من يعني الأسطر يعني مكونة زي هيك. ممكن يكون أي شغلة تانية، أنا ممكن أفتح لك إياها هنا، هاي الفايلز يعني على سبيل المثال إنه هذا عبارة عن ملف نصي يعني مكتوب باللغة العربية، فأنت ممكن إنه في هذا الملف تحديدا أحول اتجاه النص إنه يكون باتجاه إنه من اليمين لليسار. من قائمة view text direction اللي هو right to left. فبالتالي هاي أرقام الأسطر عندك هنا بهذا الشكل، يرجى العلم لدى جميع الطلاب، سلسلة من الأسطر هاي اللي بدي أوصل لك إياه. هو نص ممكن يكون نص زي ما أنت بدك، أن لن يتجاوز مساق البرمجة بدون ممارسة. هذه الحقيقة بدك توعاها بشكل جيد، أنه بدون ما أنت تبرمج فعليا مش هتتجاوز هذا الكورس، تمام؟ ممكن أفتح لك كمان ملف ثالث على سبيل المثال، هذا الملف أفتح لك إياه، وهنا بدنا نرجع اتجاه النص ل you left to right. تمام؟ فبالتالي من كم سطر مكون هذا الملف؟ من أربع أسطر، وهذا عبارة عن سطر فاضي بهذا الشكل. طيب الآن بدنا نشوف كيف ممكن نفتح ملف. كيف ممكن نفتح ملف؟ قبل ما انا اقرا ملف يعني انه عشان انه قبل ما انا اقرا محتويات ملف معين، تمام، لازم اخبر البايثون انه الفايل هذا وين مكانه، تمام. وفي عندي داله اسمها open، داله الاوبن هذه ايش بترجع؟ بترجع حاجه اسمها فايل هاندل. ايش هو الفايل هاندل؟ هو عبارة عن متغير بتم استخدامه عشان اعمل عمليات المتعلقة بالملف. انت فعليا لما تتعامل مع ملف ايش انت ممكن تسوي؟ تفتح ملف، تسكر ملف، تمام، تعدل على محتويات الملف. فبالتالي انه انت في عندك عمليات اساسية اللي هي الفتح والاغلاق بالاضافة للقراءة والكتابة، اربع عمليات، تمام. فبالتالي دالة الاوبن شو بتسوي؟ انه هي
عملت لك فتح للملف، لكن هل هي قرأت محتوياته؟ لا. تمام؟ زي ما انت بتسوي في الوورد او اي تطبيق تاني، انه انت بتقول فايل اوبن، هي نفسها هذه العملية. يعني بشكل برمجي، انه انت اي تطبيق مثلا زي النوت باد، لما اجي احمل فايل هاي اوبن، مش طلع لي انه ايش الملف اللي انت بدك تفتحه، وعلمت ملف معين بهذا الشكل وعملت فتح، هي مقابل للدالة اوبن البرمجية. تمام؟ طيب كيف ممكن نحن نستخدم الفايل هاندل؟ هو عبارة عن متغير، تمام، بتستخدمه عشان تعمل العمليات المتعلقة بالفايل. هو عبارة عن متغير تستخدمه عشان تعمل العمليات المتعلقة بالملف. ايش العمليات هذه؟ اللي هي القراءة والكتابة والفتح والإغلاق وكل هاي الأشياء. تمام؟ يبقى الدالة open بترجع متغير رحنا احنا خزناه في هذا المتغير اللي هو الهاندل. ايش اعطينا له؟ تو باراميترز، الفايل نيم والمود. هذا عبارة عن اسم الملف، وهذا عبارة عن وضعية فتح الملف. انت بدك تفتحه للقراءة، بدك تفتحه للكتابة. تمام؟ بالضبط. فعلى سبيل المثال هنا هيو اف هاند اختصارا لفايل هاندل، فتحنا هذا الملف، وايش الوضعية تبعته؟ ريد. يبقى الوضعية هذه احنا هناخد ثلاث شغلات، يا اما R يا اما W يا اما الوضعية الثالثة اللي هي A. هذه للقراءة. تمام؟ هذا الكتابة، هذه أبند. أبند يعني إلحاق. لا، في فرق بين الأبند وال، يعني هذا الكلام أنا ممكن أشرح لك إياه على اللوح. يبقى فعليا إحنا نحكي عن دالة الأوبن في البايثون. شو بتاخد؟ تاخد two parameters، فايل نيم، اسم الملف. تمام؟ وهنا في عندي باراميتر تاني اسمه مود، الوضعية، وضعية فتح الملف. وهنا ايش بتاخد؟ القيم R W A، هذه قراءة، هاي كتابة، هاي أبند، معناها انه بده يلحق لي في اخر الملف. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انا في عندي ملف نصي، تمام؟ في مثلا على سبيل المثال 1 2 3 4 5 اسطر مكتوب هنا نص، لما افتحه في وضعية الأبند واعمل كتابة، وين بتم الكتابة؟ بتم الكتابة في الاخر، اخ يعني بيجي في سطر 6 وبضيف النص الجديد. تمام؟ حناخدهم واحدة واحدة وحتشوف كيف الفرق بيناتهم وإيش تأثيرهم في الملف. طبعا اسم الملف هذا إيش النوع تبعه؟ نص. عشان هيك زي ما أنت شايف هنا إنه لما إحنا أعطينا الفايل هاندل هذا حطيناه بين كوتيشن بهذا الشكل، وهنا كذلك المود إيش النوع تبعه؟ كذلك بهذا الشكل. تمام؟ هجيت هذا ممكن يكون شغلتين، انه اسم الملف فقط بتحطه بين كوتيشن في حال ايش؟ في حال كان انه الملف موجود في نفس المسار اللي انت شغال عليه حاليا. تمام؟ او ممكن يكون حالة تانية، اللي هو عبارة عن اسم الملف زائد المسار، مسار كامل طبعا. يعني على سبيل المثال أنا بكون بشتغل على D
وبدي أفتح ملف على السي، فبروح بكتب مساره بالكامل على السي بالإضافة لاسم الملف، وحنشوف الحالتين. تمام؟ هذه الدالة open إيش حكينا؟ اتفقنا إنه هي بترجع f handle file handle. هذا طبعا variable أنت حر في اختيار تسميته، لكن بما إنه هي بترجع file handle خلاص بنسميه f handle مثلا على سبيل المثال. وهذا ال f handle بقدر أسوي فيه عمليات معينة. تمام؟ العمليات هذه زي مثلا الريد، تمام؟ ايش العمليات هذه؟ هيها موجودة عندك هنا، اللي هي open, read, write وclose. هذا الهاندل وهذا الملف النصي تبعي بهذا الشكل. فبالتالي انت لو طبعت الملف نفسه هيطلع لك حاجة اسمها text io wrapper. تمام؟ اسم الملف هي عبارة عن معلومات الملف مش محتويات الملف. كيف بدك تفتح محتويات الملف؟ تفتح محتويات الملف من خلال الدالة اسمها الدالة هاي read بهذا الشكل. تمام؟ خلينا نطبق هذا الكلام بشكل عملي. خلينا نرجع هنا على السلايد هذه عشان أورجي لك فعليا محتوى الفايل هاندل إيش هو. طبعا بطبيعة الحال نفس الخطوات، عشان أنا يعني أشغل الجوبيتر بدي أروح على المجلد تبع المشروع وأفتح الكوماند برومت، أنتقل للسي، أعمل سي دي لكل مسار المشروع وأشغل جوبيتر لاب. تمام؟ هنا بدي اعمل نوت بوك جديد وايش اسميه؟ chapter 7 files. نحطه نفس عنوان chapter، كان عنوان الشابترز اللي هو طبعا هذا الكلام chapter 7. فعليا انا الملفات تبعتي وين حاطهم؟ حاطهم هنا في مجلد اسمه files بهذا الشكل. هنا احنا ايش ممكن نسوي؟ بنعرف متغير اسمه file handle، ايش بنديله؟ حكينا كم باراميتر؟ اسم الملف والمود. بالضبط، حكيت انا بدي ارجع على نفس المسار عشان اورجي لك الفرق بين التنين. خليني اخذ هنا، ارجع هنا على الفايلز واخذ لي ملف من الملفات هذا الملف، انسخه واحطه هنا واعيد تسميته، اسميه سامبل file. تمام، يبقى انا لاحظ انه هاي chapter 7 files، هذا النوت بوك والسامبل فايل هدول موجودين في نفس المسار، يبقى بحط اسم الملف فقط. لكن لو موجود في مسار مختلف بدي احط مساره بالكامل. كيف؟ بالضبط. فالآن شو بدنا نسوي؟ اسم الملف اسمه sample bin quotation file، أعتقد كان في underscore ولا لا؟ ما فيش underscore. إيش المود؟ read. تمام؟
عفوا هذا الكلام انه file handle بتساوي open بالضبط. هاي بنشغله زي هيك. حكيت بدي اطبع لك محتوياته، شوف كيف محتوياته. ايش رجع لك؟ تكست اي او رابر، هذا عباره عن اوبجكت في البايثون. نيم بتساوي سامبل فايل دوت تكست، مود بتساوي ار، انكودنج سي بي سي بي 1256. ايش الانكودينج يا شباب؟ ترميز النص. ترميز النص، ترميز النص طبعا حسب، بيكون حسب اللغه، كل لغه بيكون في لها رمز معين تمام. وفي ممكن انه يكون في عندك ترميز اليو تي اف 8 او اليونيكود، بتعامل مع كل اللغات، كل لغه بيكون في لها ترميز معين تمام. هجيت هذا الملف اللي بالانجليزي، لو اجيت انا فتحت الملف اللي بالعربي بدي ارجع هنا على الفايلز، وهي الارابيك فايل اخذ نسخه منه واحطه هنا كذلك، ونيجي نفتح برضه نعمل فايل هاندل تاني اسم الملف كان Arabic file Arabic underscore file. شوف الفايل هاندل نفس الانكودينج، انه كله اصلا يتعامل مع شو اسمه. انا ممكن اسوي لك شغلة هنا، انه اغير لك هنا الباراميتر هذا الانكودينج، بتساوي هنا UTF 8، طلبت منه انه يفتح هذا الملف بهذا الترميز تمام. ولاحظ هنا انه الانكودينج تبع معاه اختلف بالضبط، يبقى انا ضفت باراميتر تاني. فهي الاشياء انا بس عشان اورجي لك انه المعلومات تبعت الملف بتشمل ثلاث معلومات، ايش هي؟ اسم الملف، الوضعية تبعته، والترميز. والترميز انا ورجيتك انه ترميزات مختلفة، لكن خلينا بشكل مبسط على هدول التو باراميترز. ايش هما؟ الفايل نيم بالضبط، فعشان هيك هدول بدي احذف لك اياهم تمام. يبقى الفايل نيم والمود تمام. طيب لو احنا فتحنا ملف مش موجود، ايوه فايل هاندل مثلا 2، او خليه نفس الاشي، وجيت فتحت مثلا ماي فايل دوت تكست، طلع لي في هذا المجلد، في عندك هنا ماي فايل، في عندي سامبل فايل، في عندي ارابيك فايل، وفي عندي النوت بوك نفسه واللايسنس والريدمي. هل هذا الملف موجود؟ ايش بتتوقع الايرور اللي يطلع معك؟ اكيد راح يطلع ايرور، انبوت ايرور فايل نوت فاوند ايرور، بدك تضيفه لليستة الايرورز اللي احنا اخذناها في البايثون لغايه الان تمام.
اللي هي syntax error والname error والvalue error والtype error والindex error division by zero error. فبالتالي هذا الايرور متى بيصير معك؟ لما تحاول تفتح ملف مش موجود. ايش اسمه؟ find not found error. فهنا ايش بحكي لك؟ no such file or directory، ما في مجلد او ملف اسمه myfile.txt. تمام؟ يبقى خلصنا هاي الجزئية. نيجي الان لموضوع النيو لاين. النيو لاين فعليا احنا يعني حكينا عنه سابقا، وحكينا انه الكنترول كاركترز. نعم. وين بكون مكان الفايل؟ ايش يعني وين بكون؟ الفايل اللي سميته وين احطه يعني مكانه؟ حكيت انا لما بديت اشتغل شو سويت؟ رحت انتقلت للمجلد اللي فيه المشروع، هيو هاي المسار تبعه. تمام؟ ايش حطيت؟ حطيت فيه نوت بوك تبعي، هاي اللي انا محدده. تمام؟ بعرفش يعني اذا انا قدرت اتحكم هنا في الاعدادات واغير انه سمول ايكونز ميديوم لارج ايكونز زي هيك. تمام؟ فهذا اسم الملف اللي هو النوت بوك، اللي هو هيو شايفه تحت صغير شابتر 7 اي بي واي ان بي، اللي هو الكود تبع البايثون تبعي. والملف تبعي وين موجود؟ اللي هو السامبل فايل، هيو في نفس المجلد. ما دام في نفس المجلد خلاص، بمجرد انه انا بكتب اي نوت بوك السامبل فايل، هذا ملف مسبق انا عملته. يعني انت ممكن ببساطه ايش تسوي؟ بدي ارجع لك هنا واقول لك انه ميديوم ايكونز، واقول لك هنا بالزر الايمن نيو تكست دوكيومنت. ايش بدك اياه؟ ممكن نختار اسم ايش؟ احمد فايل. احنا احمد ماشي معانا من برمجة واحد، فخلينا ايش بدي احط فيه؟ بدي افتحه زي هيك. بتفتحه بتعمل عليه دبل كليك، بروح بفتح لك بالنوت باد العادي. تمام؟ النوت باد العادي انت طبعا بتقدر تكتب فيه. بدي اغير لك حجم النص، فونت هنا واحطه 28 36، انه هالو ماي نيم از احمد اند او اي لايك بايثون. طبعا بطبيعه الحال انه بدك تقول انه بايثون از كول. في حدا بيقدر ينكر هذا الكلام؟ طبعا كنترول اس تحفظ الفايل، خلاص بتسكره، دبل كليك مره ثانيه، هيو المحتويات تبعتك موجوده بيرمننت ستورج. طبعا انا بطبيعه الحال بحبش اتعامل مع يعني هذا الايديتور. انت شخص متخصص، ما دام انت شخص متخصص معناه محتاج محرر متقدم. ايش في عندك؟ ما بتستخدمش نوت باد، بتستخدم نوت باد بلس بلس طبيعه الحال. نعم، فأي حاجة فيها زيادة بلس بلس معناها انه هي متقدمة. فهي نفس الفايل فتحته بالنوت باد، وزي ما انت شايف نفس النص، Hello my name is أحمد I like Python Python is cool. عندك في ثلاث أسطر. تمام؟ فالنص ملف النصي انت فعليا بتقدر تنشئه في نظام التشغيل تبعك، انه انت بتنشئ نص عادي وبتكتب فيه المحتويات تبعتك وبتخزنه وبيضله موجود. الآن بدك تخلي البايثون تتعامل مع هذا الملف. طيب نجي الآن للنيو لاينز والكنترول كاركترز. احنا هذا الكلام حكيناه سابقا، بدنا نوضحه كمان مرة. انه انا عندي مثلا على سبيل المثال في التكست انه هلو وتحط هنا سلاش ان وتقول ماي نيم از احمد.
لاحظ انه التكست هذا بدي اطبع لك اياه as a raw text. هاي شايف طبع لك اياه كسترينج، هنا جاب لك اياه بكوتيشن، والكنترول كاركتر جاب لك اياه. بس متى السلاش ان شو بتعني؟ سطر جديد. متى بتاخد تأثيرها؟ دالة البرنت، في دالة البرنت. يبقى هنا التكست لحاله الكنترول كاركتر ما بتاخد تأثيرها. متى بتاخد تأثيرها؟ هنا برنت. فعلا نزل لك في السلاش ان، وكأنه انت بتقول له نزل لي السطر، تمام، وابدأ لي من بداية السطر وكمل للنص بهذا الشكل. فبالتالي هاي السلاش ان اللي هنا هيو my name is أحمد بهذا الشكل. فهي معنات الكنترول كاركترز. ايش هي الكنترول كاركترز؟ احنا عندنا اللي هي سلاش ان بالاضافة للسلاش تي. السلاش ان معناها نيو لاين، والسلاش تي معناها تاب. التاب اللي هو زي التاب اللي انت بتسويها في البايثون، او بالاحرى هي عبارة عن اربع مسافات بس بتعامل معها ككاركتر واحد. الاربع مسافات بتعامل معهم ككاركتر واحد اللي هي سلاش تي. تمام، اربع مسطرات. نعم، طيب. وهذا الكلام نفس الاشي لو انا زودت هنا my name is احمد، لو حطيت بعد ال is slash t، t لحال عبارة عن الكاركتر t، لكن slash t tab بالضبط. وهي هنا بدنا ارجع اورجي لك اياهم، هي t ككنترول كاركتر موجود، لكن عند الطباعة تاخد تأثيرها. فهنا انت عندك السبيس شايف علمت عليه، والتاب هيها كلها بهذا الشكل. يبقى هذه الكنترول كاركترز. الان في النوت باد، في النوت نوت باد العادي هذه الكنترول كاركترز فعليا انت بتقدرش تشوفها. انت الان صرت مطور ومحتاج انه انت تشوف الشغلات هذه الكنترول كاركترز. كيف بدك تشوفها؟ على وين بدك تروح؟ على النوت باد بلس بلس. وين بدك تروح؟ على هذه الايكون اللي هو شو اول كاركترز. شايفها وين؟ شايف كيف شكلها؟ تمام، او اعتقد من الخيار هنا فيو، مش عارف وين الخيار هذا موجود. مش عارف هذا الخيار كيف الخامسة هاي فيو فايل ان فايرفوكس. لا لا لا، شو سيمبلز شو اول كاركترز. مزبوط، يبقى هنا show symbols اظهار الرموز، وهنا اظهار كل الكاركترز. الان لما تضغط عليها ايش صار؟ ايش ظهر معك؟ CR الف. ايش يعني CR الف؟ هي ببساطة slash n. CR يعني carriage return، تمام؟ carriage return معناها رجع للمؤشر لبداية السطر. line feed انزل لي سطر جديد. فهي فعليا ايش معنات سطر جديد؟ انه بدك انه انت تنزل سطر جديد بس تنزلش في نفس المكان، بدك ترجع على بداية السطر. هاي معنات الكلام. تمام؟ واضح يا استاذ؟ طيب التاب، نعمل تاب؟ هاي بدي اضغط لك على زر التاب. شايف السهم؟ مش عارف اذا ظاهر معاك كتير، في سهم هنا. هاي بدي اشيل لك التعليم. شايف السهم خفيف، فكل ما تلاقي سهم زي هيك معناته تاب. كل ما تلاقي سي ار الاف معناها سلاش ان. تمام، يبقى الكنترول كاركترز احنا اتفقنا انه في السترينج متى بتاخد تأثيرها؟ عند الطباعة، زي ما شفنا انه هاي هلو وورد طبع لي اياها في سطر جديد زي هيك. طبعا كطول، هنا لين اكس كسترينج اكس سلاش ان
واي. كم كاركتر هدول؟ أربعة. ليش أربعة؟ كاركترين. زميلك بيقول كاركترين، إيش هما؟ الإكس والواي. وأنت بتقول أربعة، إيش هما الأربعة؟ الإكس والواي والإيش؟ السلاش كاركتر والان كاركتر. سلاش ان كاركتر. لو انه انت هيك بيصير انه اكس ان واي ثلاث احرف، لكن بما انه حطيت للان سلاش معنى ذلك انه سلاش ان اعتبرها كلهم مع بعض التنتين كاركتر واحد اللي هو نيو لاين، فبالتالي هنا ثلاثة. طيب سؤال ثاني، نفس الكلام بس تي برضو ثلاثة، تمام؟ مع انه التأثير تبعها شوف برنت اكس سلاش تي واي هدول ثلاثة مستحيل، انه هو في عندك مسافات كتيرة، لكن هنا انه هذه في تأثيرها في الطباعة انه انت شايف انه عمل لك مسافات كتيرة، تمام؟ لكن هي فعليا عبارة عن كاركتر واحد، تمام؟ نيجي لموضوع قراءة الملف. احنا في عنا طريقتين لقراءة الملف. Reading files. في عندي two ways to read files. في عندي طريقتين لقراءة الملف يا أستاذ. الطريقة الأولى هي إنه أنا أقرأ الملف line by line، والطريقة الثانية إنه أنا أقرأ الملف كله بالكامل read the whole file. يبقى في عندي طريقتين لقراءة الملف، الطريقة الأولى إنه أنا أقرأه سطر سطر، والطريقة الثانية إنه بدي أقرأه كله بالكامل مرة واحدة. طبعا في مقارنة بيناتهم، بس خليني بالأول أشرح لك كيف يعني إحنا نقرأه عشان تعرف إيش معنى سطر باي سطر، سطر سطر line by line، تمام؟ خلينا نأخذ الطريقة الأولى اللي هو read files line by line. نعم، احنا بدنا ناخذ الملف الجديد اللي احنا عملناه اللي هو ايش اسمه؟ احمد فايل طبيعة الحال، فبالتالي هنا بدي اعرف فايل هاندل بتساوي open اسم الملف احمد بين كوتيشن طبعا فايل دوت تكست طبعا بالاكستنشن والمود read، تمام؟ شوف لي معلومات الملف، هاي الاسم المود الانكودينج. كيف عملية القراءة؟ انه بدي اعمل لوب for line in file handle. هيك انت بتقرأ الملف سطر سطر. ايش بدي اسوي؟ print
لاين. ايش ظهر معك؟ هاي الملف. لاحظ انه التاب هنا الموجودة وهنا في عندي carriage return online feed وهنا carriage return online feed. فبالتالي هنا hello my name is وهي التاب احمد. تمام؟ ايش بتلاحظ؟ انه ليش في عندك سطر فاضي هنا؟ هو فعليا قرأ لك الملف سطر سطر وراح كل سطر قرأه طبع لك اياه مباشرة. قرأ السطر الاول طبعه، قرأ السطر الثاني طبعه. ليش في سطر جديد؟ ليش في سطر فاضي؟ في سلاش ان. بالاضافه لذلك حسب السلاش السلاش ان لحالها سطر. سلاش ان لحالها سطر. اه هو حسبها سطر عشان هيك حسبها سطر. وداله البرنت شو بتسوي؟ بتطبع لك النص في سطر لحال. يعني بمعنى اخر، هاي بدي احط لك الكلام هذا هنا. في فرق بين انت تقول انه برنت مثلا هلو، شايف الناتج، وبين برنت. بالنسبة لك في فرق بيناتهم؟ لا ما فيش فرق. لكن هنا انه ايش الناتج؟ شايف هذه بدون سطر وهنا في سطر، لانه البرنت في حد ذاتها اصلا بتطبع لك في سطر لحال، وفي سلاش ان معنى ذلك انه حيكون في عندك سطر فاضي. طب كيف بدنا نتخلص من الاسطر الفاضيه هذه؟ نجيب السلاش ان. انا عندي الملف عده اسطر، جربت ستريب. مره ثانيه يا شباب تلخبطش بين الستريب والسبلت. سبلت بتقطع لكلمات، ستريب بتشيل الزوائد من اليمين واليسار، والسلاش ان انا عندي موجوده في اليسار. فبالتالي هذا ممكن اكرره. بدي اقرا طبعا بدي ارجع اقرا الملف مره ثانيه. لو هذا الكلام انا عملته بدون ما انا اقرا الملف مره ثانيه في مشكله يعني. تمام. وهنا دوت ستريب. كل واحد سطر لحال بس شلت الزوائد. بالضبط. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب ناخذ مسألة بشكل سريع. اكتب برنامج لعد الأسطر في ملف نصي. يعني انا بدي لك ملف نصي بدي اياك تعد عدد الأسطر. كيف بدك تعملها؟ نفس الكود هذا. هنا بروح بعرف الكاونت بتساوي زيرو. بدل ما اطبع اللاين ايش بدي اسوي؟ كاونت بلس ايكوال واحد. بعديها بروح بطبع الكاونت. فعليا هذا كم سطر فيه؟ شايف هنا ثلاثة. طب لو عملت لك زي هيك سي ار الف نيو لاين انتر 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 نيو لاينز. فبالتالي حيعدهم ولا لا؟ خمسطعش. تمام؟ راح اعدهم. طيب خلينا نتوقف هنا.
والمحاضرة الجاية بنكمل مسائل على الموضوع. في حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.